دكتور دلوقتي خلينا نشوف الفيديوز او الراشز اللي معانا وحضرتك تعلق عليها معانا. هنشوف دلوقتي اول فيديو. ده سن يا دكتور الايه ده البيبي ده عنده حوالي كام سنه؟ يعني ده مثلا في شهور دي دي لسه ما دخلناش في الطفوله المبكره، ده ما قبل السنتين. في السنه الاولى يعني. هنا نظره الاب بقى. هنا طلبوا من الاب اللي عاملين هو بس يجيب لنا يطلبوا من الاب ان هو يلاعب الطفله وبعدين يطلبوا منه في وقت من الاوقات ان هو يسكت خالص شوفي بقى كده بدا ما يديش اي رياكشنات خالص. هتشوفي بقى الطفله هتعمل ايه في الحالات. بص كشرت زعلت ازاي يا خلاصي يعني. فشوفوا بقى لو الاب حزين او الام حزينه او مش متفاعله. شوف بدا يعض في بدا يتعض في اللعبه اللي حواليه. بدا يتعض في اللعبه بسبب حاجه مختلفه. ده التفاعل اللي حضرتك قلت عليه في اول سنه في الولاده. شايفه بدات تبص في الناحيه الثانيه، بيشوف هو بيبص على ايه، عايز يشوف ايه اللي لفت انتباهه عنه. ده عايز يقوم. بدا يعمل ايه، بدات تعمل ايه، تبدا تعيط. بقت في ازمه دلوقتي. يمكن ده اللي بيفسر يا دكتور انه الاطفال في الاماكن العامه دايما عاملين بيصرخوا وبيعيطوا. الاب والام مشغولين هم عايزين ام متفرغه او اب متفرغ. شوفي بدا يلعبها تاني بقى، تشوفي ترجع الحيويه تاني للطفله. يا خرابي يا عسل قوي. لا جمال جدا يا دكتور. اهميه بقى التفاعل الوجداني. الرياكشنز بتاعتنا لاولادنا، بصتنا في عينيهم، ملعبتهم، ده مش بس على الناحيه النفسيه، ده على الناحيه كمان النمو بتاعهم. يعني المخ والجسم بينمو في هذه الاجواء، انه ان الام والاب بيلعبوا الطفل او الطفله، بيهشتكوهم، بيحدفوهم. دكتور سؤال مهم.